المرة دي بنتكلم على فكرة السوشيال ميديا اللي واخدة حيز كبير جدا جدا في الفترة الأخيرة، وإزاي هي اللي صنعت فكرة، أو هي اللي هي بتعمل بالفعل بيج داتا. خلاص من كل السوشيال ميديا الشهيرة هخش على طول على بعض الإحصائيات اللي تربطنا كده تفهمنا يعني إيه بيج داتا، من قبل ما نشرح يعني إيه بيج داتا ونعمل التعريف. تويتر مثلا في آخر إحصائية عدينا في 2018، نجيب إحصائية 2018، خلاص في عندنا 330 مليون يوزر فعلا اكتف على تويتر. في عندنا في اليوم الواحد بيخش 100 مليون يوزر على تويتر. انت متخيل 100 مليون يوزر كل واحد بيعمل ايه؟ التويتس كم واحد بيعمل تويتس؟ يعني في اليوم الواحد بيحصل 140 مليون تويته في اليوم. تخيل الارقام، كل يوم على تويتر بتعمل 460 الف اكاونت. انت متخيل 460 الف اكاونت؟ ده الرانك مرتبينه 6، الترتيب السادس في 2018. الحجم ده هل ينفع يتخزن في داتابيز عاديه؟ ازاي نمانجه؟ صعب جدا. اليوتيوب منصه طبعا معروفه جدا، مشكلتها ان هي منصه بتاعت فيديوز، عارف يعني ايه الفيديو اصلا؟ بحجمه بيبقى صعب جدا. بيقول ان احنا في الشهر الاكتيف يوزرز بيخشوا 1.5 بليون يوزر في الشهر، كل يوم بيخش منهم 30 مليون واحد. في اليوم الواحد بيخش 30 مليون واحد بيزور اليوتيوب وبيشتغل عليه. كم مشاهدة في اليوم للفيديوهات الموجودة على اليوتيوب؟ في 50 بليون مشاهدة يوميا على اليوتيوب. طبعا بيتفرجوا تقريبا على 40 دقيقة كل واحد، يعني لا بيتفرجوا على 40 دقيقة في المتوسط اللي هو بتاع اليومي، كل واحد بيتفرج على حوالي 40 دقيقة في اليوم. ده رانك رقم 2 طبعا، من تاني اكبر المنصات اللي موجودة. تخيل بقى ان يعني الارقام دي تتحط ازاي في داتابيز؟ مفيش حاجة اسمها داتابيز في الحتة دي، لازم نحول لبيج داتا. فيسبوك رقم 1 في الرانك. في الشهر الواحد عنده كم اكتف يوزر؟ اكتف يوزر مش يوزر واحد عمل اكاونت ما بيخش عليه، لا شغال، 2.2 بليون يوزر اكتف شهري على الفيسبوك، 1.4 بليون يوزر في اليوم. اليوم الواحد بيعدي البليون تقريبا ونص، بليون واربعة من عشرة واحد بيخش على الفيسبوك يوميا. الصور اللي بتترفع على الفيسبوك 300 مليون صورة في اليوم، 300 مليون صورة في اليوم. تخيل الاحجام اللي المفترض ان احنا نعالجها ونتعامل معاها. الفيديوز اللي بتتشاف على الفيسبوك 8 بليون فيو لفيديو. فتخيل حجم الناس اللي بتشاهد. انا عايز اخزن بيانات عن الناس دي وعملوا ايه ولايكس وبتاع. تخيل بقى الحجم، الداتا الرهيب. هل ده ينفع يتسجل في داتا عاديه؟ لازم سولوشنز جديده تتواجع عشان نقدر نحل ده. انستغرام الثالث في عنده 800 مليون يوزر في الشهر، يعني شويه قليل في اليوم. ده شويه قليل طبعا، ده رهيب طبعا، 800 مليون يوزر بس اكتف يوزرز، كل واحد بيعمل منهم عمليه ولا اتنين. ده طبعا اضرب الرقم ده في ارقام فظيعه، يعني 500 مليون واحد بيخش في يوميا. 500 مليون ده انتاج 2010، انت متخيل انتاج 2010 كده ازاي؟ 500 مليون يوزر في اليوم، 95 مليون صوره يوميا، 95 مليون صوره، يعني 4 بليون صوره يوميا. خلاص الستوريز اللي بتتحط 250 مليون ستوري يوميا. انت متخيل احجام البيانات والستوريز والديتا والفوتوز واليوزرز وكده كله. انا بتكلم ليه على الكلام ده قبل ما ابدا يعني بيج داتا؟ عشان اوريك يعني اصلا ايه السوفت وير. الناس بتسال ايه السوفت وير بتاع البيج داتا، وايه اللي ممكن يبقى ايه الاستخدام، ما انا ببرمج عادي وعلى داتابيز عاديه ومش عارف ايه. فانا حابب اقول لك الارقام عشان تقول لي انت ايه الداتابيز اللي تستحمل الكلام دوت، او ايه البروجرامنج لانجويج اللي تقدر تعالج، يعني ايه البروجرامنج لانجويج اللي تقدر تعالج الحاجات دي كلها في وقت واحد. طبعا في بروجرامنج لانجويج بتعمل كده، بس لازم تكون كلها تحت اطار فكره البيج داتا اللي احنا هنوضحها مع بعضنا ان شاء الله. الواتساب المنصه رقم 4. الواتساب في 700 مليون اكتف يوزر في الشهر، 700 مليون. اليوم الواحد بيخش فيه 320 مليون واحد، يعني في 320 مليون واحد يوميا على الفيسبوك، على الواتساب قاعدين. 1 مليون يوزر بيخش يومي. خلاص التانية دي كانت ايه؟ يومي للاكتف يوزرز.
هنا بيكارجت كل يوم في مليون يوزر بيخش الواتساب. تقول لي ازاي؟ ولا مش عارف. مليون يوزر بيكارجت يوميا على الواتساب. المسجز بقى اللي بتبعت خلاص بنوصل ل 43 بليون رساله مسج بتبعت 43 بليون رساله يوميا على الواتساب، وده ترقيم الرابع وانتاج 2009. لينكد ان، لينكد ان فيه في الشهر 200 مليون يوزر اكتف بيتعاملوا فعلا مع الواتساب. خد بالك، مع اسف على لينكد ان، 200 مليون يوزر اكتف دول مش بيخش مره واحده في الشهر، لا ده هم متفاعلين خلال الشهر مع لينكد ان. توتال ريجستريد يوزرز يعني الناس كلها اللي داخله وعامله ريجستريشن على لينكد ان 546 مليون واحد موجودين فعليا على اللينكد ان. بيكريتوا اكونتس مانثلي في الشهر مش في اليوم. خد بالك عشان هنا لينكد ان اصلا ترتيبه التاسع بحوالي 5.2 من 10 مليون يوزر بيكريت في الشهر. الكامباني بيجز، تخيل بقى الكامباني بيجز يعني الصفحات الخاصه بالشركات، 20 مليون بيج خاصة بالشركات في لينكد ان. حجم داتا رهيبة ده، بس احنا بنتكلم على العدد الرئيسي. تخيل كل واحد منهم بيعمل عمليات عمليات عمليات. الداتا دي تتخزن ازاي؟ تتعالج ازاي؟ نمشي الموضوع ازاي؟ نعد لايكس، نعد كومنتس، نطلع انسايت عن حاجة. الموضوع موضوع حجمه كبير جدا، ما ينفعش فيه الترديشنال سوليوشنز او الحلول اللي هي القديمه او الحلول التقليديه اللي كانت موجوده في البروجرامنج لانجويج والداتابيز العاديه والكرود اللي هي الاضافه وتعديل الحاسب والبحث والحاجات اللي هي الايه المعتاده. طيب اخر حاجه السوشيال ميديا ستاتستكس كده، الاحصائيات الخاصه بالسوشيال ميديا في اول 2018. الفيسبوك قلنا 2.1 من 10 بليون اكتف يوزر، اليوتيوب 1.5 بليون اكتف يوزر، انستغرام 800 مليون اكتف يوزر، تويتر 330 مليون اكتف يوزر، لينكد ان 260 مليون اكتف يوزرز. تخيل اليوزرز دول كل واحد دي ترانزاكشنز وعمليات، لايكس ترانزاكشن، كومنت ترانزاكشن، شير ترانزاكشن، مش عارف ايه. حجم داتا رهيب جدا جدا جدا، محتاجين ان احنا نقسمه ونعالجه ونشتغل عليه بشكل صحيح. البيج داتا بقى اللي صنعتها السوشيال ميديا او اللي بتصنع فيها السوشيال ميديا، طبعا البيج داتا مش بتصنع السوشيال ميديا بس، حاجات تانية كتير، لكن دي كانت اكتر حاجه منوره نوضح بيها بسرعه لما نبدا في موضوعات البيج داتا. يعني ايه الابلكيشنز اللي عامله بيج داتا، وايه يعني انا هستعلم بيج داتا ليه، وحاجات زي كده. ده كله هنتعلم بقى الاسلوب اللي بتشتغل بيه الحاجات ديت. يبقى احنا هنتعلم البيج داتا سواء كان في شكل طرق البروجرامنج او طرق الايه او طرق الداتابيز طبعا، او الاستورج يعني التخزين او البروسيسنج. بجانب طبعا في جوانب ثانيه طبعا بتخص النيتوركس والحاجات دي كلها، احنا مركزين على الجزء ده ونشوف ازاي بتبني الافكار دي والابلكيشنز ديت ان شاء الله. اخر حاجه كده بسرعه في الحته ديت، هنتكلم في 2018 ايه اللي بيحصل في دقيقه واحده على الانترنت. هندي كام اكزامبل كده عن ايه اللي بيحصل في دقيقه واحده على الانترنت. على الانترنت في دقيقه واحده بيتحط بيخش 973 الف لوجن بتتعمل على فيسبوك، ده غير الناس اللي عامله لوجن اصلا وقاعده. عندنا في 18 مليون تكست مسج بتتبعت في الدقيقه الواحده، في 1 مينت 18 مليون رساله. على اليوتيوب في 4.3 مليون فيديو بيتشاف في 1 مينت، في مينت واحد. انا بقول ايه الاعداد دي عشان تعرف انت قد ايه محتاج تتعلم البيج داتا، عشان تعرف تطبيقات التطبيقات دي كلها معموله كلها بيج داتا ومبنيه كلها بيج داتا. عشان بس بنحاول نحفزك قبل ما نبدا حتى نقول يعني ايه بيج داتا، عشان نفهمك يعني ايه بيج داتا من الارقام اللي موجوده قدامنا. عندنا بس على جوجل بلاي وابل واب ستور عندنا 375 الف داونلود بتحصل لابلكيشن على في دقيقه واحده. 375 الف على انستجرام، السكرولنج بس على انستجرام كده بيحصل بتشوف فيه 174 الف، انت متخيل؟ تويتس 481 الف تويته دقيقه واحده، في الدقيقه الواحده. طيب على مثلا على ايه نقول تاني، على ايه، على
الجيفس اللي هي الصور المتحركه اللي بتتبعت على الماسنجر بتاع الواتساب بتاع بتاع الفيسبوك، مبعوت 25,000 صوره متحركه بتتبعت على الفيسبوك لوحده، تمام؟ ده غير طبعا سناب شات وغير طبعا جوجل. جوجل لوحده في 3.7 مليون سيرش بيحصل في الدقيقه الواحده، 3.7 مليون سيرش بيتحصلوا في يعني في 1 مينيت، في 1 مينيت دي بس كده شويه احصاءات بسيطه جدا تفهمك يعني ايه تطبيقات. دي كلها تطبيقات مبنيه على فكره على فكره البيج داتا. يعني ايه تطبيقات البيج داتا؟ واحنا محتاجين فعلا البيج داتا في وسط الهيصه والاحجام الكبيره جدا دي من البيانات ولا لا؟